اول شيء السلام عليكم، مرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم. شكرا قناه عبر على الالتفاته. سعيده غنام، انيماتريس تي جيت 29 سنه عزيز. صراحه ما غاديش نقول لك باللي الفكره جات بالصدفه ولا كنت مخططه ليها ولا شي حاجه، لانه انا في ما في بيرسونيل انيماتريس مع الناس القراب ليا، مع اصحابي، مع ما فامي. يعني ما جانيش صعيب انني نكون دي جي، وهكذا جات الفكره. يعني الفكره كاينه على باز. برافو المراه المغربيه المكافحه الطموحه اللي ما كترضاش بشي حاجه من غير النجاح. اكيد كل مهنه وعندها الصعوبات ديالها، والصعوبات راه كاينين في جميع المجالات، يعني ماشي غير في مجال الاعراس بوحدو، يعني مجالات عده كيكون فيهم الصهير، فيهم صعوبات. يعني نقدر نقول لك انا بالنسبه ليا الصعوبه اللي كنتلاقاها في هذا الدومين هي الصهير، خصوصا في فصل الصيف. يعني كيكونوا العراسات تقريبا يوميا، يعني تقدر تخدم عرس بالليل تساليه مع 6 الصباح ولا 7، وكاين عندك ايفينمون واحد اخر مع 12 ديال النهار، يعني كنلقاو قلت شويه في النعاس، وهذه هي الصعوبه الوحيده اللي كنتلاقى صراحه. كاينين طرائف عديده كيوقعوا لينا في المجال ديال الاعراس، ولكن كنديباسيهم عادي كجميع المهن، كيوقعوا فيهم مشاكل عادي. صراحه الحاجه الوحيده اللي وقعت ليا واحد النهار في واحد العرس واللي ما قدرتش ننساها، وهي ان العريس ما جاش، وما جاش العريس، وبقات فيا الحاله ديال العروسه، وديك الحاله اللي وصلت ليها صراحه هذا الشيء هو اللي ما عمرني ما غادي ننساه صراحه. باش ساليتو داك العرس صافي، يعني تعاملنا عادي، عطاو للناس كلا وصافي، كل واحد مشى الله يعاون. حاولنا اننا ما نبينوش بلي راه واقع شي مشكل، يعني كمل العرس، وانا ما قدرتش مازال نخدم، يعني ما قدرتش نكمل نطلق الموسيقى، وما قدرتش نانيمي مع الناس، ما استحملتش الصراحه داك الوضع. هذه هي الحاجه الوحيده اللي ما عمري غنساها صراحه. صعيبه شويه، صعيبه على الناس اللي مزوجين صراحه. حنا مازال كنقولوا كنبردوا على راسنا بديك القضيه ديال حنا راه ديال راسنا، مي شفت زملاء معايا في المجال تقصحوا بزاف، تقصحوا يعني وصلوا لواحد الحاله اللي فريمون صعيبه شويه. غادي نقول لك كاينين المتطفلين بزاف على الميدان، مي اللي غنقول لك واحد الحاجه، الناس اللي كتلقاهم ديما في هذا العرس وفي هذا العرس، وتقريبا هما محسوبين على رؤوس الاصابع، هما الناس اللي كيخدموا مزيان، الناس اللي عندهم ماتيريال زوين، الناس اللي عندهم احترافيه. الاجواء كدوز رائعه جدا، خصوصا الا كنتي كدير شي حاجه وانت كتبغيها، يعني كديرها من القلب، وخص الا كنتي مغرم بالمهنه راه غادي تعطي فيها، وخصوصا الا كانت هي في الاصل هوايه قبل ما تكون مهنه، يعني راه غتعطي فيها بكل ما عندك. وبالنسبه للقضيه ديالتي، الا ما كنتش في المود ديالي كيفاش كندوز العرس صراحه، كنكون كاع خارجه من الدار يعني كاعيه، ولا ما رشقاش لي انفو، كنحط رجلي عند الناس، ولا كنحط رجلي في البلاصه اللي غنكون عندي فيها ليفينمون، يعني كنتبدل كاريمون، يعني كنولي وحده اخرى، وما يمكنش. راه يعني راه المهنه ديالي هذيك، راه يعني خصني نعطي للناس نبينهم في احلى صوره، وهذيك راه ليله العمر. نقدر نقول لك 80% كنخدم غير مع لي فام، قليل ملي كيكونوا ملي كنخدم ميكس، يعني كيكونوا غير لا فامي ديال العروسه، ولا نقدر نخدم في شي انيفيرسير كيكونوا لي زامي ديال الشخص اللي داير لانيفيرسير يعني فقط. صراحة هذا هو أكثر سؤال كنسمعو في حياتي، الدار اللي مشيت ليها، البلاصة اللي مشيت ليها، الناس كنعرفهم جداد كيسولوني شنو كيجيك الفنان فريد غنام. صراحة ما كيجيني حتى شي حاجة، ما عندي معاه حتى شي قرابة، من غير عندنا تشابه في النسب، وليا الشرف أنني يشبهوني بالفنان الكبير فريد غنام، وكنقدم ليه تحية من هذا المنبر، وأنا من لي فان ديالو. عندي هذه الهواية، ما كنغني غير مع صحابي، الناس القراب، كندندن معاهم بحال هكا، يعني ما كنفكرش انني نخرج للمجال الغناء، لا ما كايناش هذه الفكره. الصراحه سعيده، الانسانه طموحه جدا، بغيت نوصل، يعني ما بغيتش نبقى محاصره في اونتر بارونتيز دي جي، لا بغيت نوصل. سعيده بغات دير مشروع جوج ثلاثة أربعة، علاش لا، يعني كل طموحات، وما حد الإنسان في الحياة علاش اللي ما يطمحش للأحسن، علاش لا. الرسالة ديالي هي أي مرأة
اي فتاة عندها شي حلم، عندها شي هواية، كنقول لها مارسيها، عندك شي حلم حققيه، عندك شي هدف وصلي ليه. المرأة ماشي هي ربة بيت فقط، لا، مرأة راه سيدة اعمال، مرأة راه يعني عندها مناصب عليا وكثيرة. يعني المرأة ما كتنحاصرش بين البيت والشغل ديال الدار، لا بالعكس، انا ما كنشوفش راسي يعني كاينه في الدار والشغل والكوزينة، لا، كنشوف راسي امرأة واصلة و دايره مشاريع ديالها بسميتها. شنو تقول للناس اللي كيقولوا له المراه بلاصتها كوزينه؟ كنقول ليه دخل ليها وشوفها انت نيت كي دايره. الحمد لله هذا قبول من عند الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه الاحترافيه في الخدمه، يعني كندير خدمتي على كمال وجه. والحمد لله ما كاينش شي عروسه ما كتصيفطش ليا الغد ليه تقول لي شكرا فرحتيني في نهاري. ما كاينش شي عرس دوزتو الا وكنشوف الضحكه على وجوه الناس في الاخر وكيجيو عندي الله يرضي عليك شكرا فرحتينا. يعني الحمد لله هادشي راجع كيما قلت لك. الا كتحب شي مهنه كيما جاوبتك في السؤال اللي قبل، الا كتحب شي حاجه كديرها راه كتعطي فيها وكتخلي فيها سمعه طيبه والحمد لله. اخيره شكرا جريده عبر، شكرا لك انت مولاي العربي، شكرا للناس اللي كيبغيو سعيده غنام بدون مقابل.